بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يتقبل الله مني ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يعينني وإياكم على صيامه وقيامه، اللهم آمين. ولا يخرج هذا الشهر إلا وقد أخرجني وإياكم من همومنا كلها ومن ذنوبنا كلها ومن همومنا كلها ومن أمراضنا كلها ومن ديوننا كلها. اللهم يا ربي لا تخرج هذا الشهر إلا وقد أخرجتنا منه كيوم ولدتنا أمهاتنا، لا ذنب ولا هم ولا غم ولا دين ولا مرض. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة ستأتيكم في هذا الشهر، أسميتها البر. والبر يا أخواني مشتقاته عظيمة وكثيرة، ولها معان عظيمة، وإن كانت كلمة من ثلاث أحرف لكنها عظيمة، فهي من ثلاثة أحرف: بر، الراء مشددة، فالراء باء وراء وراء. فمشتقاتها عظيمة وكلها لها لنا وقفة معها في هذه الحلقات. فالبر هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والبر هو عبادة لله سبحانه وتعالى يشترط فيها الصدق والسعة. والبر بضم الباء هو القمح الطعام، والبر هو خلاف البحر، وهو النزهة. والبر أيضا هو حسن الخلق، كما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البر قال هو حسن الخلق. إذن هذه المعاني وهذه المشتقات لنا جلسة معها في هذا الشهر العظيم، لعلنا يعني نستفيد من هذه الحلقات أنا وأنتم بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني، البر الذي هو الصدق وعبادة الله هو غذاء القلب، وحسن الخلق، والبر الذي هو حسن الخلق هو أيضا غذاء للقلب، فهو طاعة أيضا لله سبحانه وتعالى. أما البر فهو غذاء للجسد، والبر الذي هو خلاف البحر هو غذاء للنفس. ما الذي هذه الأسامي، ما التي يجمعها عامل مشترك فيها وهو أمر عظيم، وهو الاتزان والعدل. إذن أنا وأنتم مطالبين في هذه الأمور الأربعة والخمسة بالاتزان والعدل. طيب كيف؟ الاتزان ألا نغلو، نأخذ الوسط، والوسطية ليس معناه التراخي، لا، الوسطية المقصود بها ضد التطرف والغلو. فإذا مسكنا الحرف الأول، ما معنى الحرف الأول؟ البر، وهو اللطيف. كيف نغلو في هذا الاسم، وكيف نكون فيه مفرطين، وكيف وما الوسيلة لنكون متزنين؟ هذا ما سأقوله في الحلقة القادمة إن شاء الله. فأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.